يا ترى الأفضل تشتري مسحوق الغسيل بقوة الحبيبات الزرقاء ولا اللي بقوة البلية الحمراء؟ وإزاي تتأكد من قائمة المكونات قبل ما تشتري إذا كان في فعلا فايدة من الحبيبات الزرقاء والخضراء والقرمزية؟ تستاهل تخلي مسحوق معين أغلى من غيره؟ ولا إذا كان كل ده همبكة تسويق ودعاية ملهاش أي أساس علمي؟ وإزاي تختار المنظف الأنسب لاستخدامك وفقا للمكونات الكيميائية من غير ما تسلم نفسك لبهرجة وألوانات الملصقات الدعائية؟ إيه المكونات اللي لازم تدور عليها في كل نوع مختلف من المنظفات علشان تضمن فعلا فاعلية المنظف ده ضد التكلسات مثلا، أو لبقع أحواض الحمامات، أو للأسطح الزجاجية إلى آخره؟ يا ترى اللي بقوة الخل أحسن ولا اللي بقوة الكلور أفضل؟ وهل منتجات تقليل عسر الماء دي بتشتغل فعلا ولا نصباية بيلموا بيها فلوس وخلاص؟ لحظة لحظة، هو يعني إيه عسر الماء ده أصلا؟ وبالنسبة للمنتجات اللي بتنقسم لرتب ودرجات زي منظف غسل الأطباق ده مثلا، هتلاقي فيه منه إكسلنس 4 في 1 وجولد وإكسترا وكلاسيك، والفروق في السعر بينهم مش قليلة. إزاي بقى تختار الأفضل بالنسبة لك وفقا للمكونات من غير ما تدفع ولا قرش زيادة بدون داعي؟ خلي بالك، مش دايما الأغلى هو الأفضل. وإيه هي المكونات اللي لازم تتأكد من وجودها أو عدم وجودها في أي شامبو بيدعي إنه مضاد للقشرة أو بيزود غزارة الشعر أو بيغذي الجذور وبيعالج الأطراف المتقصفة إلى آخره من أنواع الشامبوهات؟ ويا ترى الأفضل تشتري الاتنين في واحد ولا تشتري الشامبو لوحده والبلسم لوحده؟ ولو هتشتري أي شامبو تجيب السائل ولا الصلب؟ وإيه أصلا الفروق بينهم؟ نفس الكلام مع معجين الأسنان، إيه المكونات اللي بتخلي المعجون بيبيض الأسنان؟ ولا بيدي تأثير أكثر إنعاشا؟ ولا بيريح الأسنان الحساسة؟ ولا ما هو لازم يكون في فروق في المكونات لتحقيق الأغراض المختلفة. إيه هي الفروق دي بقى؟ وليه المادة الفعالة دي في منها كريم ومرهم؟ هو إيه أصلا الفرق بين أنواع الدهانات زي المراهم والكريمات والفازلين؟ وإزاي تتفقد طريقك وسط درمغة الفيتامينات والمكملات الغذائية دي؟ وإيه الفروق في القيمة الغذائية بين أنواع البيض المختلفة، العادي والأورجانيك والمعزز والمصنع وإلخ؟ ولماذا نوع العجينة دي ينفع يتعمل منه كرواسون وملفي وفطير وجلاش ورقاق، لكن لازم تختار أنواع تانية من العجائن علشان تعمل العيش والبيتزا والكيك وباقي المخبوزات؟ إيه المكون السري في كل نوع؟ وما هي المكونات اللي لازم تتأكد من وجودها أو عدم وجودها في منتجات الفتنس والصحة والجمال؟ أنهي كريم أو ماسك أو غسول أفضل؟ اللي له بي اتش عالي ولا متوسط؟ وهو يعني إيه البي اتش ده أصلا؟ وليه وإزاي بيفرق في جودة المنتج؟ هنا على قناة خضرونيوم هتلاقي إجابات النوع ده من الأسئلة في فيديوهات مبسطة لشرح تطبيقات الكيمياء العملية في حياتنا اليومية، ولتوضيح المفاهيم الكيميائية اللي بتستخدمها الشركات علشان ما تسمحش لأي حد إنه ينصب عليك ولا يحور عليك بأي مصطلحات علمية ولا كلمتين إنجليزي ويقولك ده مثبت علميا. أهو القناة دي بقى بتتمحور حوالين التحقق من صحة المعلومات الكيميائية فيما بين الواقع والخيال، بداية من كيف تغسل أكثر بياضا لحد أدق أسرار الأسلحة النووية. لو بتتفرج على الفيديو ده من على اليوتيوب هيظهر لك دلوقتي عينة من أكتر الفيديوهات مشاهدة على القناة، ولو بتتفرج من على منصة تانية تعال خش خد لك فكرة واستفاد بمعلومة. تعليقاتكم واقتراحاتكم لمواضيع الفيديوهات الجديدة دايما محل الترحيب، ودعمكم بالاشتراك والمشاركة والتفاعل بيفرق كتير في وتيرة إنتاج وتنوع الفيديوهات على القناة دي. فشكرا على المتابعة والدعم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.